سرطان، والألبوم الجديد اللي الحمد لله يعني بعد طول انتظار نزلت الأغاني بتنزل واحدة واحدة الحمد لله. وأنا مبسوط جدا وبتشرف إن أنا عامل 3 أغاني في الألبوم دوت. نزل منهم غنوتين لحد دلوقتي اللي هم عاملين الصح، وأنا مش هندم مع الأيام. ولسه في غنوة تانية إن شاء الله قريب هتنزل اسمها مالك. غنوة حبيته دي جد بالصدفة، لأن هي كانت غنوة كنت عاملها لفرحي والموضوع ما تمش، فسامو سمعها فشبط فيها فخدها، فنزلت بكلماتي وألحاني وتوزيعي. كارول سامعها، يعني أنا طبعا بتشرف بأن أنا دايما ببقى موجود معاها في شغلها كمهندس صوت، وإن شاء الله في غنوة بإذن الله برضو كموزع تنزل إن شاء الله بنشتغلين عليها، ويا رب إن شاء الله تنزل قريب بإذن الله. وعن الأعمال الجديدة اللي بيحضر لها الفترة اللي جاية قال مؤخرا نزلت لي تتر مسلسل بتاع الأستاذ هاني رمزي، هو يعني طبعا بعد غياب طويل عمل مسلسل، وإن شاء الله هو نزل على إحدى المنصات الرقمية وهينزل في القنوات قريب، والحمد لله أنا مشارك فيه بلحن وتوزيع، وكمان لأول مرة يعني مغني التتر بتاع المسلسل.